عليك على النتيجة وشكل المباراة. الحمد لله، يعني الحمد لله مكسب كويس بأداء معظم فترات المباراة جيد جدا. النهاردة عندنا مكاسب كتيرة جدا الحمد لله، عدد من اللعيبة اللي كانوا بعيدين بقالهم فترة ما بيشاركوش النهاردة شاركوا أدوا أداء كويس جدا. يعني أنت برضو عندك مباريات مهمة الأيام الجاية، مباراة نادي الزمالك وبعد كده مباراة السوبر المصري، فالنهاردة استعداد قوي جدا ومكسب مهم، وخاصة ما تكسب بالنتيجة كبيرة زي النهاردة 4، برضو دي بتدي لك حافز كبير جدا، بتخلي الأجواء حتى بالنسبة للعيبة والجهاز بتبقى أجواء كويسة والأمور رايحة للأحسن الحمد لله. بعد المباراة اللي فاتت مباراة بتروجيت الشوط الثاني كنا كويسين جدا، النهاردة تكملة المباراة اللي فاتت عندنا فترة مهمة، إنما هم المباراتين الجايين مباراة نادي الزمالك ومباراة نادي المصري دول مهمين جدا، وأظن النهاردة استعداد قوي جدا للمباراتين دول إن شاء الله. فكرة الدفع النهاردة بأحمد حمدي وهشام محمد وإنك تبدأ كمان بأحمد حمودي بعد فترة، الجهاز الفني كان بيفكر في الحاجات دي عشان يكون عنده بدايل، وإنك تريح عبد الله سعيد وأجاي للمباريات القادمة، ده كان كل ده فكر من الجهاز الفني، وإنت عندك ضغط مباريات كمان. انت ما بيجي لك فرصة كويسة ان انت تقدر تدخل حد بتدخله، بس اهم حاجة تدخله في الوقت المناسب عشان ما يأثرش على الفرقة وعلى النتائج وعلى حتى الاداء. الحمد لله النهاردة اللعيبة اللي دخلت كلها لا كان في ريتم اداء موجود، الشوط الاولاني كنا ماشيين بشكل كويس، الشوط الثاني يمكن بدايتنا كانت بطيئة شوية، انما في اخر 10 دقائق او ربع ساعة لا الامور كانت مختلفة تماما، التغييرات اللي نزلت النهاردة كانت كويسة جدا. فلا معظم اللعيبة، احمد حمدي بالنسبة لي انا شخصيا من اهم اللعيبة خلال الفترة الاخيرة في النادي الاهلي، وان شاء الله هيبقى ليه دور مهم جدا، والنهارده من المكاسب الكبيره، وكل مباراه بيلعبها حمدي بصراحه بيأدي اداء كويس، حتى اما نزل في مباراه بتروجيت كتغيير فرق معانا بشكل ايجابي جدا، ادانا استحواذ جيد جدا. حمدي من اللعيبه كويسه، عنده بيعرف يمشي بالكوره، شايف عنده رؤيه معظم الوقت، فمن المكاسب النهارده، واللعيبه الثانيه كلها يعني ادوا اداء جيد، بس انا بتكلم على حمدي عشان هو بعيد بقى له فتره، وممكن دخل اخر مباراتين مباراه بتروجيت دخل والنتيجه كانت 0-0 كان له تأثير إيجابي، والنهاردة برضو كبداية كويسة جدا بالنسبة له. فوجئنا بنشاطي المباراة، تغيير حارس المرمى خرج الشناوي ونزل أحمد عادل، إصابة طبيعتها وإمكانية إن ممكن الشناوي يلحق ماتش الزمالك؟ لا إن شاء الله هيلحق، ما فيش حاجة، الشناوي اشتكى بس في كورة شاطها شد بسيط في الضمة، فإحنا مش عايزين نجازف بأي حد، والحمد لله كانت النتيجة حتى الشوط الأولاني 2-0، وعندك برضو اطمئنان لعادل لما نزل، فالأمور عادية، فأنت بتحافظ عليه عشان عندك زي ما قلت لك في الأول ماتشين مهمين جدا، فلازم إن شاء الله كاملين بكل قوتنا إن شاء الله. طيب مباراة الزمالك بقى ده السؤال اللي بيهم كل جماهير الاهلي في التوقيت الحالي وعلى مدار السبع ايام القادمه، كيف يستعد لها الاهلي، وهل هناك فكره كمان لدخول معسكر مغلق، ولا تستعد للمباراه دي ازاي، وشايفها ازاي كمان كمباراه في سباق المقدمه ومباراه قمه لا تخضع لاي توقعات او مقاييس؟ لا يعني ممكن الاستعداد يمكن خلال بكره او بعده، او ممكن يبقى يوم الخميس ان شاء الله عندنا مباراه وديه لمعظم اللعيبه اللي ما شاركتش عشان يبقوا جاهزين برضو قريبين من الفرقه، والتمرين هيبقى بشكل طبيعي يعني بشكل يومي زي ما بنتمرن، اكيد في تركيز اكبر، دي مباراه مهمه جدا، مباراه قمه الناس كلها بتتابعها، واكيد احنا عندنا حافز ان احنا نكسب، لان انت برضو مباريات الدوري كلها بتقربك، وخاصه المباريات الكبيره زي دي، وبعديها باربع ايام عندك مباراه المصري، فهيبقى دافع المكسب، هيبقى دافع كبير جدا للفتره الجايه، فلا في تركيز ان شاء الله، مباراه مهمه، انما احنا ان شاء الله زي ما قلت لك اهم نقطه نوصل ليوم المباراه بكل قوتنا، لعيبتنا كلها تكون كاملة إن شاء الله، وما عندناش إصابات إن شاء الله. ربنا يخليك يا حمد.